يعني كي ها كاين مثلا الاجهزه كتلقى فيه معاين ديال يعني جوج مرات ديسبلاي، جوج مرات كتلقى فيه هذه وكتلقى فيه واحده اخرى على برا. يعني لما مشات لك مثلا هذه تقدر تخدم غير بديالو واحده اخرى ديالو الانتيغري اللي فيه كما كتشوفوا هي شغال، تقدر تخدم فيها التليكوم. ولكن المشكله اخوان ماشي هنا، هو انهم يكون عندك جهاز اخر مثلا بحال هذا الشكل مفيش ديسبلاي هنا، يعني ضروري غير خصك العين يعني باش غتخدمو. يعني بحكم ان هاد الديسبلاي اللي كتكون هنا ما كيكونوش يعني ستاندر، ما كيكونوش عالمي يونيفرسال، يعني اي ريسيبت كيخدم فيه لا، يعني كاين اللي كتخدم فيه مثلا طافيه، كاين اللي ما كتخدمش فيه، كاين اللي فهمت على حساب. ودابا غنحاول ان شاء الله نصوبوا لي شي يعني شي سيليل او موديفيو لي سيليل يعني اللي غادي تخدم هنا ديريكت، واخا ما يشعلوش ارقام تحاول تخدم لينا. يعني الطريقه الاخوان غنبداو بالطريقه الاولى، يعني غنحاولوا نصوبوا تقريبا كتخدم كاع مع الموديلات كاملين. فتحوا الجهاز هكذا ديسبلاي هكا كما كتشوفوا الاخوان، هي هذه تشوفوها بشيء، هذه هي ديسبلاي كما كتشوف. ولكن الاخوان اهم من هذا الشيء كامل هو واش بغينا غادي ناخذ من ثلاثه الاخ يعني ثلاثه الخيوط، يعني هاد اي ار يعني كدير الاشاره، وغناخذوا لاماس جي ان تي، وغناخذوا الضو في سي سي يعني في سي سي ولاماس جي ان تي او اي ار، هذه كتعطي الاشاره. هادو بالنسبه لهادو ما عطاش بهم غرض، هادو الدور ديالهم هو انهم ديال كيف مثلا كي اللي كتعطينا الارقام هنا فهمتي على حسابها كلوك وداتا. حنا المهم عندنا هو اي ار وجي ان تي وهذا. المهم غنحاولوا نحذفوهم، يعني هذه كما قلت لكم على حساب ديباناج كي اللي كيقول لك لا راه موجوده. كاين اخوان كاين شي اجهزه ما تلقاش ليهم ديالهم، ولكن الالوان كتختلف بعض المرات كتلقى مثلا الزرق هو اي ار. المهم حنا خاصنا نعرفوا ما من هنا اي ار في الحساب. وين دابا غادي نحاولوا نحذفوهم كاملين، يعني بان حكم ما عرفنا ابيض هو اي ار واسود هو الارضي والاحمر هو البيسيس. يعني كما كتشوفوا هذو هما الخيوط الاخوان. حنا غنشتغلوا غير فقط غير هاد اللون هذه، يعني غادي نحاولوا نحذفوا هاد اللونين او نمشي باللونين، يعني الداتا والكلوك نخليو غير اي ار والارضي كما كتشوفوا، ونخليو الاحمر كما كتشوفوا ثلاثه الالوان المهمات. الان الاخوان دابا غادي نحذفوا هذه كما كتشوفوا، غادي نعبروا القياسات كما كتشوفوا، يعني راه هما غادي لبعضياتهم. غادي نحذفوا هاد السيلي كما كتشوفوا، ها هي هذه راه نحذفها من المكان ديالها، نحذفوها من المكان ديالها حتى الى غادي نشتغلوا بها. المهم نحذفوا هادي اولا نحذفوا شي وحده اخرى ما عندناش مشكل، يعني غنقوموا بالقياس ديالها. مثلا هاد الارجل فين غاده كما كتشوفوا، ها هي الار الاخوان غاده هنا، وهذا شوفوا ها هو الارضي، يعني وهذا هو اللي داخل السيركل باش المودينا 5 فولت كما كتشوفوا. يعني المهم الاخوان ملي عرفنا هاد الارجل هادو بغينا نخليوها هنايا ونركبو ندوزو لها الخيوطه ديريكت، ما كانش راه غنحذفوها. دابا انا بحكم انا كندير معكم تجربه وهاد هاد الديسبلاي يعني باقا صالحه، غادي نحذفها باش ما ربما نقطع الطرقان. كي غنقطع غير هاد الطرقان هادو صافي غيبرونشي خيوطه ديالك اي ار كذا، ولكن انا غنحاول نحذفها شوني حيت هادي باقا خدامه، غير باش ندير معكم تجربه ونوريكم كيفاش. يعني من بعد الاخوان ما حذفناها كما كتشوفوا، دابا غنبداو نركبوا الارجل، يعني الاي ار هو كما سبق وذكرنا في الاول هو هذا، قوم بتلتيمي استسمي كما سبق وقلت لكم الاخوان تقدروا تفصلوا غير هاد الارجل هادو من هنا وتركبهم ديريكت او تخليها راكبه هنا او لا تحذفوها. ولكن انا غادي نحذفها باش ما نخسرش هذه حيت هذه باقا مازال شغاله، باش ندير معكم تجربه الاخوان. صافي حيت كاين هذا المشكل كيوقع بزاف
الاخوان ما عارفينش كيفاش يقولوا لي دابا نحاولوا اننا نشوفوا الاخوان كيفاش نديروا لها معكم يعني كما يقولش تطبيقي دابا نسوي الارجل يعني في الار ديال هنا هذه مشيها وهنا هي الارض الاخوان يعني نقوم تلحيمه هنا كل شيء واضح الاخوان يعني خصنا الاهم هو كما قلت لكم ثلاث خيوط يعني بعد الاخوان التلحيم هذه هي اصبح الشكل ديالها هكذا هذا الشكل. المهم الاخوان هذه الطريقه كما قلت يعني غير فقط يعني باش انك تبان راسك او يعني موديفيكاسيون باش ما لقيتيش شي عين ديال الاخرى ولقيتي غير عندك عندك شي وحده اخرى كدير الطريقه هذه يعني. دابا الاخوان سوف نقوم بالتجريب نشوفوا النتيجه كيفاش دايره ان شاء الله. وقت الاخوان للتوضيح هو انه الان كما كتشوفوا يعني اللون كما قبل قلت لكم يعني تقدر خضر من البياض خضر ولكن الاخوان دابا اللي خدم لنا هو اخضر الاول درنا البياض ولكن الاخضر هو اللي خدم الاخضر لاماس احمر يعني لو الاخضر هو اللي خدم ار كما كتشوفوا دابا الان غنجربوه كما كتشوفوا التلفازه هو ديروا يعني في ها هو الاخوان كما كتشوفوا شغال يعني هو يعني كما كتشوفوا يعني هذه طريقه غير كما يقولوا غير يعني دي باناج صراحه وما الشيء اللي كاين الاخوان وكنتعاونوا نتمنىكم تدعمونا بالاشتراك وما تبخلوش علينا وكان شي حلقه جديده اخرى ان شاء الله نوافق بها والسلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.